السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. كنت أسأل على صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يصح لشواهده، أسانيده فيها ضعف لكن نصيح لشواهده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. السلام عليكم. لكن الإسناد نفسه مش صحيح. الإسناد نفسه فيه ضعف. الإسناد نفسه فيه ضعف.